هو انت بجد عملت لها فولو؟ لا على فكرة ما عملت لهاش فولو. امال ايه يعني؟ انا عملت لها فولو باك. قاعد معايا ومركز معاها كده ليه؟ مع مين؟ ما تمثلش، بتضحك بأفورة على اي حاجة تقولها ملك في ايه؟ بتتكلمي على ايه؟ ما تستهبلش، فتحت لها انت الباب ودفعت لها الحساب. دي شياكة بلاش فصلان، الرجالة بتعمل كده مع البنات. ما تستهبلش، مش بستهبل. ما تستهبلش، مش فاهم حاجة. ما انا ممكن اعمل زيك واقول ما عملتش. لا خلاص 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 تستهبلش. خلاص خلاص كان لازم يعني تبصها وانت بتسلم عليها. ما بصتش حاجة، شفتك يا حبيبي وياك لافف حواليها. مش واثقة في نفسك؟ قول والله. طب هجرب واعمل زيك. احترمي نفسك. يبقى خلاص ما تستهبلش. مش ما تستهبلش حاجة. ما تستهبلش. مش ايه رأيك فيا يا قمر تتجوزيني؟ انا عايزة المهر 11.